السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي، الفصل الدراسي الأول، وحدة المراجعة، التدريب 23. والآن يا أبطال، دعونا نستعرض ما هي أهداف درسنا لهذا اليوم. أهداف الدرس: أولاً، قراءة جمل تحتوي على حرف التاء. ثانياً، كتابة كلمات تنتهي بالتاء المفتوحة. وثالثاً يا أبطال، هدفنا سوف يكون كتابة كلمات تنتهي بالتاء المربوطة. والآن يا أبطال، دعونا نقرأ الجمل. 1. أقرأ الجمل وأضع خطاً تحت الكلمات التي بها تاء. أريد منكم الآن أن تجيبوا على هذا السؤال في دقيقتين. أحسنتم يا أبطال، والآن دعونا نستعرض الإجابة معا. نبدأ الجملة الأولى: فتحت فاطمة المصحف. أين الكلمة التي تحتوي على تاء مفتوحة؟ أحسنتم، فتحت، رائع، ممتاز. الجملة الثانية: هيا، قرأت فاطمة سورة الفاتحة. أين الكلمة التي تحتوي على تاء مفتوحة؟ رائع، ممتاز، قرأت، جميل جدا. الآن الجملة رقم ثلاثة: هيا، صوت فاطمة جميل. أين الكلمة التي تحتوي على تاء مفتوحة؟ أحسنتم، صوت، بارك الله فيكم يا أبطال. والآن لننتقل معا إلى السؤال باء: أكتب ثلاث كلمات تنتهي بالتاء المفتوحة مثل كلمة فتحت. لاحظوا، فتحت، نريد أن نكتب ثلاث كلمات تنتهي بتاء مفتوحة. هيا يا أبطال، لديكم دقيقتين للإجابة على هذا السؤال.
أحسنتم يا أبطال، رائع. والآن دعونا نستعرض الكلمات معا ونبدأ بالكلمة الأولى. هيا. جميل، أحسنتم. كلمة أخرى. ممتاز، رائع يا أبطال. دعونا نستعرض الكلمات الآن. هيا، الكلمة الأولى جلست. كلمة الثانية، أحسنتم، ركضت. والكلمة الثالثة، جميل جدا، أكلت. رائع يا أبطال. الآن يا أبطال دعونا ننتقل إلى السؤال جيم. أكتب ثلاث كلمات تنتهي بالتاء المربوطة مثل كلمة فاطمة. لديكم يا أبطال الآن دقيقتين للإجابة على هذا السؤال. أحسنتم يا أبطال، لقد قمتم بعمل رائع. والآن دعونا نستعرض الكلمات معا. هيا، أريد منكم أن تعطوني كلمات. جميل، أحسنتم. مدرسة، مدرسة. لاحظوا تنتهي بتاء مربوطة، أحسنتم. كلمة أخرى. هيا، أحسنتم. لعبة، لعبة. والكلمة الأخيرة، أحسنتم يا أبطال، حكاية، حكاية. من يحب أن يستمع للحكايات؟ أنا كذلك. وبهذا يا أبطال نكون قد انتهينا من درسنا، أراكم في درس آخر.